ومشاهدينا نتحدث عن تفاصيل هذا الملف مع السيد أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة المالية في البرلمان البحريني. أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة CNBC عربية. نتحدث اليوم عن حجم الأصول لصندوق احتياطي الأجيال والذي وصل ل 624 مليون دولار نهاية 2021، ولكن كان قد بدأ في العام 2020 أي قبل الجائحة عند مستويات 917.8 مليون دولار. متى تتوقعون أن يعود حجم الأصول في هذا الصندوق إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مستويات قريبة من المليار دولار؟ يا هلا ومرحبا، وأشكرك في البداية على هذه الاستضافة. ردا على سؤالك بشكل محدد، طبعا الصندوق مثل ما تعرفين تم الاستعانة فيه في ظل وجود جائحة كورونا، وتم سحب منه مبلغ 450 مليون دولار، وهذا كان السبب من نزول أرقام الصندوق في سنة 2020. لكن نقدر نشوف إحنا أن في سنة 2021 أن رجع أو زاد في أصول الصندوق تقريبا في حدود 104 مليون دولار، وهذه الزيادة كانت على القانون الحالي اللي هو دولار لكل برميل يفوق الأربعين دولار. إحنا الآن في مجلس النواب اليوم تحديدا قاعدين نناقش مشروع قانون جديد اللي هو يعيد اللي هو حق الصندوق المبالغ اللي تم سحبها فيه، وهو انه يكون في تدرج في كل برميل نفط ينباع. معنى ذلك انه اذا كان سعر البرميل 40 دولار راح يضيف في الصندوق دولار واحد، لكن لما يكون سعر البرميل 50 دولار راح يضيف دولار وربع، وصولا الى سعر 120 دولار بانتهاء 3 دولار. يعني بمعاناته ان كل 10 دولار زياده في سعر البرميل راح يضخ ربع دولار زياده في الصندوق. هذا التعديل في حد ذاته يعطي أن تعويض المبلغ اللي تم سحبه من صندوق احتياطي الأجيال في ظل ارتفاع الأسعار النفط الحالي راح يعطينا أن ممكن نحن خلال سنتين أو أقل نسترجع المبلغ اللي تم صرفه في ظل جائحة الكورونا. أيضا هناك استثمارات آمنة في السندات أو في الاستثمارات أو في الفرص اللي تكون موجودة أيضا الصندوق يستثمر فيها، وهذه أيضا لها عائدات إيجابية. أنا سأعود معك للموضوع حول سياسة الاستثمار، ولكن قبل ذلك تتحدث بأنه على الأغلب خلال العامين المقبلين ستعود أصول الصندوق إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، وبحسب الآلية التي ذكرت بأنه على حسب أسعار النفط كل سعر برميل للنفط من الأسعار التي ذكرت سيكون هناك جزء يذهب إلى هذا الصندوق لإعادة المبالغ التي تم سحبها. هل تتوقعون بأنه في سيناريو معين من الممكن أن تعود الحكومة للسحب من الصندوق؟ هل هذا السيناريو من الممكن أن نشهده على أرض الواقع؟ في الوضع الحالي واللي أنا أشوفه طبعا أن الصندوق الآن المبالغ اللي موجودة فيه عبارة عن استثمارات، فالحكومة يوم بادرت في سحب المبلغ كانت المبالغ سيولة موجودة، فما كان في استدعاء أن يتم تسييل هذه السيولة أو أن بيع بعض يعني الاستثمارات أو السندات اللي كانت موجودة. لكن الآن وجود خطة التعافي الاقتصادي واللي تكلمتوا فيها قبل شوي، وجود خيارات أخرى احنا راح نحقق فيها خطة للتعافي الاقتصادي والنمو الاقتصادي في مملكة البحرين، لم يكن من ضمن هذه الخطة أن يتم سحب أي مبلغ من هذا الصندوق أو صندوق احتياط الأجيال. نعم. فأنا اللي أتوقع أنه راح يتم الحفاظ عليه، وبالعكس راح يتم دعمه بالقانون، مشروع القانون الجديد اللي احنا يعني راح ان شاء الله نخلصه اليوم وراح نعتمده، انه يزيد من التدفقات اللي تزيد من قيمه الصندوق وليس العكس. طيب، بالسنة المالية المنتهية بالحادي والثلاثين من ديسمبر 2020 كان متوسط العوائد على استثمارات الصندوق تقريبا 7%، ولكن ماذا عن العوائد المحققة عن العام الماضي العام 2021؟ ما هي النسبة المحققة؟ طبعا في عام 2021 لله الحمد يعني كانت نسبة الاسترداد أو نسبة اللي موجود في استرداد حجم في الصندوق كانت 32%، أي بحجم 104 مليون دولار كانت زيادة في الصندوق. وطبعا هذه كان أثرها زيادة أسعار النفط اللي كانت الأخيرة، واللي كان حسب القانون الحالي أنه 40 دولار فما فوق يضخ دولار واحد في الصندوق، وأيضا للاستثمارات الآمنة اللي اتبعتها سياسة اللي تدير صندوق الأجيال اللي حققت عوائد بكم؟
تحديدا هي اجمالي المبلغ اللي عندنا، لان هم اعلنوا امس النتائج. احنا كلجنه ماليه في مجلس النواب راح نستلم الحسابات الختاميه خلال الاسبوع القادم اللي فيها التفاصيل بشكل او باخر. بس يعني حسب اللي انا اشوفه اتوقعه كانت يمكن يعني الاستثمارات غير العائد من $1 اللي تيجي من برميل النفط في حدود تقريبا 9% من الإجمالي، وهذه نسبة مرتفعة مقارنة بالأرقام الموجودة من الاستثمارات من السندات، وهذا يدل على سياسة حكيمة واختيارات موفقة في الاستثمارات الآمنة اللي كانوا. وهي حتى 9% يعني بناء على كلام حضرتك، هيدي 9% أعلى من اللي حققتوه بعوائد بال 2020 اللي هو كان بتقريبا 7%. الآن أريد أن أسألك عن موضوع الاستثمارات والاستراتيجية اللي بتتبعوها بالاستثمارات. ذكرت حضرتك موضوع الاستثمار بالسندات الآمنة، حدثنا قليلا عن طبيعة الأصول التي تستثمرون بها وكيف كانت استراتيجية الاستثمار العام الماضي، وخصوصا بأنه الكثير من الأصول في الأسواق العالمية وصلت لقيعان، وهو اللي دفع الكثير من الصناديق حول العالم بأن تستثمر بها للاستفادة من وصولها لأسعار متدنية. في لأي درجة تبعتم نفس هذه الاستراتيجية؟ هو طبعا الاستراتيجية المتبعة كانت أن هي دراسة جميع الأسواق المالية والسندات، خصوصا السندات اللي تصدر عن طريق ودعم من الحكومات ويتم الاستثمار فيها، لأنها مثل ما تعرفين هذا صندوق سيادي، ودرجة إدارة يعني قسم إدارة المخاطر يكون دقيق جدا في اختيار الاستثمارات اللي تكون موجودة طبعاً. ودائما تكون استثماراتهم قريبة من السندات اللي تصدرها حكومات أو تكون في شركات محققة في آخر 5 سنوات نتائج مبهرة أو لها علاقة بالتكنولوجيا اللي احنا قاعدين اليوم كلنا بعد جائحة الكورونا وشفنا أن النتائج اللي قاعدة تحققها هذا النوع من الشركات أو لها علاقة بالذكاء الاصطناعي. فهي طبعا مجموعة محافظ تدار من قبل المعنيين في إدارة الصندوق بالرجوع حق إدارة المخاطر وتحديد هذه سؤال الاستثمارات. سيد أحمد، فقط للتوقف عند هذه النقطة، عندكم استثمارات بالسندات، سندات أي دول؟ لأنه تحدثت حضرتك عن سندات سيادية، هل بإمكانك أن تعطينا يعني فكرة عن الدول التي تستثمرون في سنداتها السيادية؟ حاليا يعني انا ما تحضرني الدول بالضبط، لان تعرفين هذه السندات او هذه الارقام الجديده امس تم الاعلان عنها بشكل ارقام، اليوم لما يوصلنا الحساب الختامي يكون فيها تفصيل، ونقدر ايضا مع المعنيين باداره الصندوق ناخذ من عندهم تفاصيل اكثر. طب بالنسبه لشركات التكنولوجيا ايضا هي بشكل عام، يعني احنا نتكلم، انت السؤال كان موجه بشكل عام شنو نوع الاستثمارات او اللي احنا نستثمر فيها، بس اختيار الشركات بعد ما يتم تسليم الحساب الختامي نقدر احنا نشوف هذه المعلومات بشكل اوضح. طيب عندما ننظر الى ايضا السياسه التي ستتبعونها في الاستثمار للعام 2022، وخصوصا انه نحن عم نتحدث عن بيئه تضخميه، العوائد على السندات العالمية عم يرتفع، وبالتالي إلى أي درجة ترون بأن هذه البيئة ستؤثر على طبيعة استثماراتكم لهذا العام؟ أعتقد بيتم مواصلة التوجه للاستثمار في هذا النوع من السندات أو الشركات ذات الذكاء الاصطناعي أو اللي لها مستقبل قريب، بس بالرجوع إلى آخر 5 سنوات إحصائيات مثل ما كانوا يمشون فيه في النهج السابق. فطبعا هذا النوع من الاستثمارات راح يتم المواصلة عليه، خصوصا أنه بعد يحقق عائدات، وحقق عائدات في سنة 2020، لأن في سنة 2020 يوم تم سحب مبالغ من هذا الصندوق وتم التوقف ايضا، كان المرسوم اللي كان واصلنا انه يتم سحب مبلغ $450 مليون ويتم التوقف عن ضخ الدولار بشكل يعني حسب بيع البرميل، لكن مع ذلك بسبب هذه السندات وهذه الاستثمارات حققنا نمو 7%. فلذلك احنا نشوف ان التوجه في هذه الاستثمارات خصوصا الاستثمارات اللي تدعمها الحكومات هو ناجح وامن لحد كبير، فراح اعتقد يتم المواصله فيه. شكرا جزيلا لك السيد أحمد صباح السلوم، رئيس اللجنة المالية في البرلمان البحريني، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كل الشكر.